سنتابع على أكيد الإعادة العرض السابع اللحظة المحاولة التي أعطت ضربة الجزاء. إذن ضربة جزاء أوضح من ضربة جزاء التي منحت هدف. وأحمد ديون ومحمد هنا السعيد إبراهيم ديون السعيد يسجل ضربة الجزاء إبراهيم ديون لصالح فريق أولمبيك أزمي. الهدف الأول لصالح فريق أولمبيك أزمي أمام نادي تركان. ورد فعل أبي الحال عبر اللاعبين وعبر الإطار مدرب الفريق عبد الرحمن أول لصلاح التمرين في لقاء اليوم كلف فريقه غاليا. كانت كرة سهلة واستغل الكرة بشكل جيد أحمد السحمودي ليسجل هدف التعادل لصالح فريق نهضة بركان. هدف لهدف بين أولمبيك أسفي ونهضة بركان.